طلب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من سعادة سفير جمهورية الهند لدى السلطنة خلال لقاء بينهما المساعدة بالتدخل للإسراع في البت في قضية المواطنين العمانيين المحتجزين في الهند. حصل الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس المكرم الدكتور صالح البوسعيدي على جائزة فينيسا الدولية كأخصائي متميز في مجال تصميم المناهج للعام 2017 تكريماً لجهوده في مجال بحوث وتصميم المناهج الدراسية على مستوى مؤسسات التعليم العالي. 70 مؤسسة وشركة من نحو 10 دول تشارك في أعمال الدورة 8 لمعرض مسقط الدولي للذهب والمجوهرات تحت شعار اكتشف الكنوز في عمان، ويستمر 5 أيام. إغلاق 10 منشآت مهنية وإتلاف 77 مادة غير صالحة للاستخدام في محلات الحلاقة وصالونات التجميل خلال حملة تفتيشية نفذتها بلديات شمال الشرقية واستمرت لأسبوعين. ضبط أكثر من 12,000 صندوق من السجائر وأكثر من 4,000 عبوة من التبغ الممضوغ مهربة في صهريج لنقل الإسمنت بولاية صحار يحمل لوحة أرقام خليجية.